الله انصره واحفظه. يا الله أبي وأبا اليمنيين ولا نملك أغلى منه. كلنا سجدنا سجدة الشكر لسلامته، فيا الله بشرنا بقدومه. تعود الحياة لقلوبنا فنصلي لك صلاة شكر. سنخرج رجالا ونساء شيابا وأطفالا لنحميه، سنحميه بأرواحنا وسنفديه بدمنا. فأبي علي خط أحمر لن نسمح بتخطيه، وسترخص أرواحنا لأجله. قلوبنا تنبض بوجوده بيننا، وأعيننا تدمع فرحا لرؤيته، وشفاهنا تبتسم إذا ابتسم. أبي علي حتى آخر قطرة في دمي سأفديك، حتى آخر نبض في قلبي سأفديك، وفي ساعة الموت سأبتسم لأن كل حياتي كانت تفديك. فاسمع أيها الخائن، لن نقبل بوجودك بيننا، ولا تظن أن سهمك الغادر سيصيب أبي، ولا حيلك الشيطانية ستسقط. فاحذر أيها الخائن، فلن نقبل اللوم إذا نفذ صبرنا إلا أبي علي، فنحن نخاف عليه من نسمة الهواء. فانتبه انتبه أيها الخائن، والعب بعيدا عن الخطوط الحمراء. ويا الله يا الله، دعوتك ورجوتك، احمي أبي علي وانصره واحفظه، ورجعه سالما مسلما، أسدا لا تلعب عليه الطيور، وجبلا لا تهزه ريح، وزعيما لا يسقط بسهم غادر. وإذا أنتم بخير فأنا بخير، إذا أنتم بخير فأنا بخير. ما دمت بيننا فنحن بخير، وما دام قلبك ينبض فتأكد بأن قلوبنا تنبض. إلا اليمن، إلا أبي علي.